وصول العواصف الترابية بهذا الشكل الكثيف إلى داخل المدن وتغلغلها إلى داخل البيوت مؤشر على سعة المساحات المتصحرة حولها. ومحافظة صلاح الدين من المحافظات التي تضربها هذه العواصف بشكل مستمر، لما يحيطها من مساحات جرداء كبرى رافقها هجرة الفلاحين والمزارعين. الفقر احنا مشتاحنا قبل ما تشتاحنا العاصفة الترابية، لا عندنا بنى تحتية بها خير، لا عندنا مستشفيات. يعني هسه العاصفة الترابية ليش بتشتاح بقية الدول والمناطق؟ ليش؟ لأنه ما من أولوياتهم الاهتمام بالبيئة. خلي يهتمون شوي بزراعة الأشجار، الحزام الأخضر لازم موجود بالمناطق الصحراوية. المناطق الصحراوية ما بيها أي حزام أخضر، بالعكس هاي المناطق دا تزداد يوم بعد يوم. ليش؟ بسبب هجرة الفلاحين والمزارعين. المواطن سواء كان مصابا بحالات الاختناق أو مصابا بحالات الفقر وكلاهما مميت بالنسبة له، ناشد الحل الذي يحسن من وضعه المعيشي. فلا فرصة عمل في ظل هذه العواصف التي وصفها بالجائحة ككورونا. فحنظل مستمرين هيك، يعني حيصير حاله حال كورونا. يعني كورونا ما شاء الله جرة واحدة وما خلصت، وهي النوبة تربي وياها شمالها. فأنا أريد خطيها الناس، أكو ناس مريضة، جهاز تنفسي، الربو، يعني ذول متأذين حال، ولو كل الشعب متأذين الشيء هذا. فأريد تشجير الصحراء، الصحراء كلها تشجير، يعني أريد من الدولة تسوي هالشيء هذا. والله من 5 الصبح لحد الان قاعد ساعه بالمصدر هنا، شغل ماكو سبب هالتراب، يعني هذا وبرقبة عائلاني، واتمنى من الدوله يعني تساعدنا. احنا مصالحنا كلها معزله، كلها معزله مصالحنا، ما عندنا شغل ولا عمل، حتى عمل ماكو. يعني الحاجه غاليه، الله يساعد الفقير اللي ما عنده، الله يساعد المواطن اللي ما عنده، الله يساعد اللي يطلع للعمله يوم يشتغل العشره ما يشتغل. مع حالات الاختناق بإحصائيات كبيرة تسجلها دائرة الصحة في صلاح الدين، حالات بطالة وقطع للأرزاق يسجلها الكسبة وذو الدخل اليومي سبب هذه العواصف. عواصف ترابية مستمرة منذ أشهر، وتوفير ما يحد من مخاطرها أو منعها يبدو أنه بعيدا عن تخطيط أو حتى تفكير المعنيين. من صلاح الدين، فراس الحسني، الصغير.